السلام عليكم، عاملين ايه النهارده يا جماعه؟ الفيديو بتاعنا بيتكلم عن مكنه برازر مكوكها معدن، ويا جماعه ركزوا في كلمه مكوكها معدن. مكنه برازر موديل 565، فيها خياطه وزجزاج وعراوي وتطريز، وتعمل طبعا السرفله، وطبعا فيها امكانيه. بصوا يا جماعة، مكنة كويسة، مكنة محترمة. دي الاشكال اللي هي بتعملها المكنة اهي، فيها امكانية يا جماعة ان احنا ممكن نركب زرار، نركب سوستة، يعني كل حاجة ايه فيها المكنة اهي. وادي الاشكال اللي هي بتعملها المكنة دي يا جماعة. طبعا انا بحاول على قد ما اقدر اجيب للناس، طبعا مشرفينا الصعيد واهل الصعيد وانا والمنيا واسوان والاقصر. الناس طبعا لو اكبر يعني ما شاء الله طلبوا مننا مكان كتير الفتره اللي فاتت في الشحن، واحنا ايه يعني تحت امركم في اي وقت. مكنه برازر يا جماعه اي، طبعا في ريفيو هيتعمل ان شاء الله الفيديو الجاي، هيبقى فيه طريقه شغلها، بس انا حبيت برضو ايه يعني اوريكم المكنه. المكنه طبعا يا جماعه مكوكها معدن، انتوا عارفين برضو ان انا شغلي بحب المعدن اهو يا جماعة. ادي المكوك بتاع المكن معدن يا جماعة. طبعا قطع الغيار سهلة ورخيصة، وقطع غيارها متوفرة، الدواسات موجودة، كل حاجة ايه موجودة. وبالمناسبة فيها المكنة دي ليد، يعني فيها ليد بينور، يعني فيها لمبة يا جماعة. طبعا ما تنسوش الاشتراك وتعملوا لايك وتفعيل الجرس، واحنا مكاننا 14 شارع الرويعي خلف صدناوي في العتبة معرض الحاج سليمان. طبعا يا جماعة ما تنسوش برضو ان احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان في ناس بتستعار الاسم بتاعنا، فطبعا اي حد هيجي يتأكد ان المحل مكتوب عليه من فوق معرض الحاج سليمان. طبعا يا جماعة فيها هنا يد اهي، احنا نشيل منها الايه المكنة، منها فيها مكنة حديثة ما بتحتاجش ان احنا نجيب لها قاعدة من هنا قاعدة من تحت، ما بتحتاجش طبعا اي حاجة. طبعا في ميزة تاني ان المكنة الجزء ده يخش فيه رجل بنطلون او كم بتاع قميص اهو يا جماعة، دي بتتشال وتتركب. المكنة دي راحة يعني لحتة ان هي قطع غيارها رخيصة وحاجتها متوفرة، فأهم حاجة أي حد طبعا هيسألني عن السعر، سعر إن شاء الله في الفلوك الجاي مع التجربة. وأي حد يا جماعة يعوز أي حاجة هنتظركم وهتيجوا تنورونا. ولمحة سريعة كده يا جماعة، الحاجة برضو شغل جديد دخلي أهي يا جماعة، المكنة اسمها شيو أهي يا جماعة. المكنة دي تركي برضو، مكوك معدن مش مكوك بلاستيك. المكنة دي تركي يا جماعة، وبتعمل كذا شكل زي ما حضراتكم شايفين، وبتعمل عراوي برضو، بتعمل زراير. طبعا برضو يا جماعة انتوا عارفين انا بحب اصور لكم اي حاجة وهي شغالة، فالمكنة دي جديدة. وبالمناسبة ان البرازر دي جديدة مش استيراد، يعني البرازر دي يا جماعة جديدة مش استيراد، بكرتونتها طبعا كرتونتها موجودة. والشي وبرضو يا جماعة دي ميدن تركي، يعني مكن تركي طبعا من صغري وانا بحترمه الحاج والدي يعني ربنا يديله الصحة. كان تملي لما بيجي يجيب حاجة تركي كان بيقول لي ان هي ممتازة زي الحاجات الناشونال التايواني والحاجة المعروفة ان هي الصين. طبعا يا جماعة انتوا عارفين يعني درجات، بس التركي هو بيبقى درجة واحدة، والتايواني والياباني ما بينزل حاجة برضو ما فيهاش درجات. برضو الشيو دي معانا هنا اهي، مكانة محترمة جدا. انا عن نفسي يا جماعة عملت لها تجربة خاصة لي انا، عجبتني، صوتها ممتاز، فيها فرماتورة، فطبعا برضو فيها خصم والسعر. واحنا ان شاء الله بنعملها الفلوك الجاي بتاع تصوير الاشكال وهي شغالة. نرجع تاني يا جماعة لمكانتنا صاحبة الفيديو النهاردة، المكنة البرازر مكنة 565. طبعا فيها يا جماعة اكتر من شكل، كل طبعا اي شكل انتوا عايزين تجيبوه بيجي اوتوماتيك، يعني ده المؤشر هنا اهو، ومجرد ما انا بعمل كده بيشغل الشكل على طول. هستناكوا في المعرض ومستنيكوا تنوروني
وانتوا اهلنا واصحاب المحل، واحنا بدعمكم الحمد لله قناتنا بتكبر، وان شاء الله نقدر ان احنا نبقى عند حسن ظنكم ومستنيكم. والسلام عليكم ورحمة الله.